نبدا يا خويا. الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها كيما قلنا لي زانغريديون، قلنا الثوم. الثوم نديرو روح نديرو هذا، ها ثلاث حبات وحبه صغيره فيهم. ندير قرصه تاع ملح، الملح عينك هي ميزانك. وندير فيها شويه دبشه، ونزيدوه ودروك رايح نهرسها. دروك رانا نشوفوا باللي هاد المحلات تاع الاكلات التقليديه راهم بزاف، وهذه حاجه تشرف خاطرش دركا ما ولاتش عندها علاقه، ولا هاد الاكلات عندهم علاقه بمنطقه محدوده، راهم بارتو تقام في الشرق في الغرب في الوسط حتى في الجنوب. عبالك والله غير تحس روحك مسؤول، على بالك والله سانسيرمون مسؤوليه صاحبي، باش الانسان اللي راح ياكل هذا البلا هذا لازم يعجبه ولازم يرجع لنا. وعلى هذا خيرت هذا السوجي تاع اليوم اللي هو الاكلات التقليديه مثل الزفيطي والشخشوخه، على خاطرش شفته بلي راه ماشي بزاف، وراني نشوف ديجا راهم يفتحوا دي بروجي في هذا الجور، يعني يفتحوا هذه المحلات ولا هذاك تاع تيميمون ولا حاجه تراديسيونال وسياحيه ثاني. درك راح نزيد شويه بسباس، جماعه كي نقول شويه شويه برك، باسكو هاد لاكاليتي بزاف طالعه في هاد النواحي هادي، تلقى عندهم البسباس كاليتي طالعه بزاف. هادي تكفي، نعاود الكرم وطروك راح نزيد الطوماطيس ولا الطميش ولا كل واحد كيفاش يقولها، ليسونسيال البنه خاصها تخرج عجب. السر يا جماعه تاع البنه راه في الحار، ما نكذبوش راه هاد الاكلات كي الشخشوخه كي الزفيطي نداروا من الاول حارين، بصح على حساب الطالب، لا غالب كاين الانسان اللي ما يقدرش الحار، كاين اللي نص نص. على كل حال شارم كلي راك تاكل في الشخشوخه ولا في الزفيطي بلا حار غير معليش، كلي راك تاكل فيهم والسلام عليكم، بصح بلا حار ما درنا والو. ودروك راح ندير العمليه الجهنمية يا محايدك. الهرس يا محايدك فور، بصح شعلة كاينة حاجة نورمالمون نديرو ديلينات هنا تاع السيكيوريتي يا صاحبي، وكان طلق زعطة تحار في عينك يا صاحبي تخلصها طويلة وعريضة. الحار جماعة حار ماشي زعاقة، ماشي الحار تاع داك البايض هادوك هادو، لا الحار تاع ناتشورال، حار طبيعي اوفا هو حار غيحقبن، بصح ما ننسوش بلي راه دواء ومليح تاني، اللي فيه كاش قريب ولا فيه ريم ولا فيه كاش عبسة هنايا ولا كاش ميكروب راح. زيت زيتون هرس تروك جات وقت لابارتي اللي خاصنا نديرو له الماء، والماء كي داير في ميسكم هاكا مانا؟ لا، الماء اللي راه يغلي فيه هذا ولا راه يفور فيه الفتات تاعنا. ديري هرس ماما المورا واجد، حتى
تجي تبالك واحد 10 دقائق هكا كلها تاع بريباراسيون اكله طيب في 10 دقائق تراديسيونيل بزاف شابه وصحيه يا محينك. على كل حال غادي ندوق ندوق باش ما نعرفش اش درت. بسم الله نفهم شو ها طفوني طفوني كسر لي كاش حاجه على بالي باللي زعما الحار بزاف وسيرتو لي ماشي موالفه راح ينضر بصح راه كاين اكستنتور تاع باش تطفي روحك اخويا اللي هو البن الله يحفظك هاي صحتي عطاك اسمح لي البن هذا هو الاكستنتور تاع زفيتي باسكو زفيتي ما تكلش ما يغلق يطفوك باش كي تاكلها فاهم هذا هو الدواء البن زفيتي بلا البن ما درنا والو بنا شو هذا وزني زيدني ونزيدك الزبده تاعنا صافي